ألوان على أمواج البحر. بهذه الكيفية اختتمت فعاليات معرض لون الورد الدولي للثقافة والفنون بنسخته الثامنة في مدينة إسطنبول، حيث ضم المعرض لوحات مرسومة وصورا فوتوغرافية لمواضيع مختلفة تعبر عن وجدان الفنانين المشاركين في معرض لون الورد الدولي. المعرض يشمل فنون تشكيلية زائدا فوتوغرافية، أما المشاركة مالت الفوتوغرافية لوحة بعنوان ذا لون أو الوحيد، تعبر عن تأثير السوشيال ميديا على الإنسان بحيث شلون ينعزل الإنسان من يكون بالتواصل أو أي شيء ما بما يخص السوشيال ميديا، يعني بحيث إذا نلاحظ اللوحة الكادر الموجود باللوحة هي المرأة، بحيث من عزلة نهاية عن كل الموجودين مع العلم والمكان كان مكتظ بالناس والسيفتي الأعلى بالصورة هو الباك جراوند للصورة هو الحائط، إذا يعني عزل تام عزل كامل. يعني حبيت أوصل هاي الرسالة من هاي الفكرة أو هاي اللقطة أنه تأثير السلبي للسوشيال ميديا على حياتنا وعلى تواصلنا ويا عوائلنا ويا ناسنا ويا أصدقائنا، بحيث يعني من حيث لا ندري يتم العزل تلقائيا. بالنسبة للأعمال الأخرى، أعمال يعني جيدة، المشاركات من النساء أغلبهم نساء طبعا، أعمال جميلة وراقية جدا ومن دول عربية مختلفة، منها فلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، ومن العراق ومن دول أخرى، وحتى يمكن أنا سمعت أكو مغتربين مشاركين بالأعمال. خطوة حلوة وجيدة والفكرة أجمل بعرض البحر أنه يكون هذا المهرجان وفي إسطنبول. طبعا أنا اخترت صور معينة اللي هي ترمز عن التواصل والتكافؤ والحب اللي هو بيجمعنا مع أهل سوريا، وطبعا هاي الصور بمثلها فيهن فينا وفين بتواصلنا لهذا الاشي. الصورة الثانية عندي صورة الغزال اللي هي عم بوصفها بالقوة والحكمة والذكاء والفطنة، طبعا هاي والتحدي كيف عم بيحكوها. لوحتي ممكن ما بتعبر عن شكلا بانه حرب، بس هي بتوحي على الطبيعة، على انه كائن بري، وكائن البري هو كائن حر وطائر حر مثله مثل اي حدا، ونحن كبشر كمان فينا جزء من الحرية، بانه من حقوقنا الحرية، من حقنا نطير ونروح ونعيش ونبادر برأينا باي مكان كان. وعبر منظمو المعرض عن سعادتهم بنجاح هذه المناسبة للمرة الثامنة وتنظيمها بشكل خارج عن المألوف، وبينوا الهدف من إقامة مثل هذه النشاطات. هو أول شيء أنه نحن نترك بصمة جميلة قيمة في بلاد المغترب، ثاني شيء نحن نعمل اللفيف الوطني العربي اللي فرقته السياسات، فنحن بنجمعه من خلال المحبة، من خلال الفن، من خلال هذا التواصل الفكري والفني بيننا وبين الفنانين. كما تضمنت فعاليات المعرض فقرات ترفيهية واستراحة للضيوف وللمشاركين الوافدين من عدة دول عربية. وفي ختام المعرض تم تكريم المشاركين، كما تم الترويج لأعمالهم الفنية المميزة التي حظيت بإعجاب الكثيرين.